أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتاي مع السند كسر لواد ورك سواحنما أعلن سيدة ميديا و سواحنما أربعة قضب حساسي أي نوصو سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي أفهايين كبيلها هوية أو حق حساسي صوبان ديقاي إسلام مركاسنا خرال عروسك السميي ورئيسي أولي شيء خك الشقية حفيزك رئيس الوزارة محمد حسين روبلي هدب وحا أو يري حق الرسمية أو آنك هلني حفيزك رئيس الوزارة محمد حسين روبلي حقو هو حيسي ده فران أو آن مقد كجرين نوغو حقيقين يان إن رئيس الوزارة روبلي آن لغو آميني كرين مسيرك أمد الصومالية دقار أهان دور رشد الدلك كسعوتا إيا أمنيق دور رشد انتبا سببها آن لوغو آميني كرين وحانو شرحيا مسؤولين آد أغد وحفيز كرئيس الوزارة روبلي أو آنان شيغي كرين مقع يدودا أرم الجيرا أو كسابسان عبسي أوكا قبو أمان كيسا درتي الشخصيات كاسي وحي نو حقيقيا إنو سن رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أهين قفكي أود أولها فلين تشقض علس ومان تكون مقعابا يهي وحانا إذن سو قد بنينا علادها آن قرصونين آن كديوان قليني انتي آن حفيز كرئيس الوزارة روبلي كشقينيني وحانا كبلابينا إنغو سده فران أشرحينو خضبال صوص على أي يرهدين كو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ملحن أود هقا ميناد أو أوكو كلاساري كرو وحا قلدن أما وحا سحسن رئيس الوزارة روبلي مروال بوحو تلدو ده ديجيستا كو قلدية أو كلتالينة يا تلوين كأن واناك سنين إسلاماركاسين أن وحباكو كردينينين هوليهي سشقو إيهور يالا لاب رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحو آدو ليتا غو أن تقاد شدا أرمها مسيري غاي هوريا لحفيسكي سقار أهان مامولي دا أرمها دور شدا دلك إيا أمنيغا غو آن دفرك تريسك أهي إيو قاتنا أود أما لحن إنو دفاعو سي أود دقان قليو تاسو حاكمي ده بلانتي إيو قاضي إنو محكمة سو تاقي دونو رقي ديلي إكران تهلي لناو نحريستي سدح روبلي أود أما لحن إنو مامول قدية دا دورة شادة هير فيدرال مامول قوبليد إيو أمنيغا دورة شادة دالكا شاقدا حفيزكي سنة وحا ستوس أحيا سدد ببا أمامولا واختيقاني لجوغو كالي تالية إنا فرماجو إيو ديلاغا قسلا فهد ياسين حاج داهير أفر مستر روبلي وحو سعد أو أن قرصوني نوغو شيغي أنغو أحشاقاليه سكهول غلا حفيزكي سا إنو سنهابا ياراتي أود أولهين إنو كهور يمادكو آنادا أيسو جيديان مدحوينيه هوري كالي تالية مستر دوهان إنا فرماجو إيو ديلاغا قسلا فهد ياسين حاج داهير وحو كلوكو سيدري إنو كو قسبن يهي إنو قاتو أمرا دا مدحدا كسر ريسو أو لجيدو دوهان إنا فرماجو إيالا تاليه إيسا فهد ياسين ديلاغا قسلا شان رئيس الوزارة روبلي ماهان شخصي فوليا بالامها أولا قلو ميدوغا مشرحين تا إيا عدو والبا أو أي كلاد حيسو شاقوين كمسيري غاهي إيا قرنكا رئيس الوزارة روبلي وا شخصي آن إسكو كالسونين إسلامر كان مر والبا هلماما ويحي أو بلان قادي إيا لغا سوغيي فولين تيدا مر والبانا وحو سو سارا غو آنا لو سو ديوي أو آي او سو ديوين كالي تليه فرماجو إيا لتليه سا ديلاغا قسلا فهد ياسين حاج داهير مستر روبلي انتبادا نوو إسكا هاد ليا ما آهان قف لآميني كرو أنغو كميدا حفيز كيسا مستر روبلي وحان سعد اغو شيغينا شعبك صوماليا ديا ميدوغا مشرحين تا إيا وحي لميدا هاي إينا إسان وقت الدنبا إساقا دومين رئيس الوزارة روبلي سمت بحين تدلك إيا دادكوبا وحا إمن كحيل أوكا سارن يهي سمت بحين تدلك إيا أمد صوماليات ميدوغا مشارحين تمعاردك رئيس الوزارة روبلي كارتي أما لحان إنوكا دفاعو دباتة دا باحسن إيا لغولك عيو وزير دا وزير كوحيغينا دا أغاسي مياش شراكيش إيا عيد والبا أوكو قرب سيسي مرانكي دحمري روبلي فرماجي يا فهد ياسين إنوكا دفاعو بيكسيغا إيا الدلالك قرشيسن إيا لغو قارجين يو ساحي بديسي نفتو دا أهوري iska daayay qaar kood nawaal la dilay waxaana ugu dambeeyay oo aan ka soo qaadnaa Allaahu naxariistay agaasimihii radio Muqdisho wariye sare Cabdi Casiis Maxamuud Guuleed Afrika qaar nawaal la daawacay kuwa kalena waa loo hanjabay oo waxay u arreen deegaano ay ku nabadgalayaan iyo dalka dibadiisa waqtigan la jooga xafiiska raisul wasaare Roble waa lagu kala cararay cabsi iyo kalsooni darro lagu qabo karti daradiisa raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maanta meesha waa uu iska fadhiya oo kaliya waxa dalka iyo howlihiisa iyo amarada ugu waaweyn soo dhiiba Fahad Yaasin Dilaaga Qosla iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay kali taliya Mr. Dohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee afhayeenka beelaha hawiye iyo shakhsiyaadkii ka shaqeynaya xafiiska raisul wasaare Roble xogo aad u fara badan ayay soo bandhigeen qaybaha kale ayaan ku soo gudbin doonaa hadduu la yiraahdo
fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah wasiir Qadiije oo qarka u saaran in xilka laga qaado kadib markii dacwad xoogan laga gudbiyay loona gudbiyay Roble iyo Farmaajo isla markaasina wasaaraddu ayaa waxa ay ka ceyrisay qof kasta oo ka soo jeeda maamulka Puntland isla markaasina waxay ku bedeshay dad ayada qaraabo la ah si ay hadhow u codeeyaan ama kursiga baarlamaanka ay ku soo laabato. Shaqaale ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka Soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda Qadiije Maxamed Diiriye ku eedeeyay in ay booskoodii ku bedeshay dad ay ku sheegeen ergadii u dooran lahayd in ay mar kale ku soo noqoto golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Shaqaalaha ayaa dacwad ka dhan ah wasiir Qadiije u gudbiyay xafiiska madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasaaradda maaliyadda guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ay hanti dhowrka guud iyo xafiiska xeer ilaalinta qaranka, waxaana sidoo kale la ogeysiiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka. Waxa ay yidhaahdeen waxaan si xushmad leh halkaana idinkugu soo gudbinaynaa annaga oo ah shaqaale ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka kana shaqaynayay muddo 4 sano ah isla markaasina naftooda iyo waqtigoodaba u huray u adeegidda dalka iyo dadka Soomaaliyeed in badanna ugu soo dulqaadanayay duruufo amni iyo mid dhaqaale. Annagoo gudanayna waajibaadkeena shaqo ayaa waxaa xadgudub nagula kacay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa lagu yiri warqad dacwad ahi oo loo gudbiyay xafiisyada aan kor ku soo sheegnay. Sidoo kale dacwadda laga gudbiyay wasiir Qadiije ayaa lagu yiri shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaalaysiintooda waxaa markii hore loo maray si waafaqsan sharciga shaqaalaha iyo dastuurka dalka iyagoo ku soo baxay imtixaan habdah furnaan ahay kaas oo muuqaaladiisa laga heli karo baraha bulshada. Shaqaalaha dacwadda ka gudbiyay wasiir Qadiije ayaa waxa ay ka soo jeedaan deegaanada maamulka Puntland. Wasiir Qadiije weli kama jawaabin eedeynta loo soo jeediyey oo ku soo aadeysa xilli ay isku diyaarinayso tartanka kursiga golaha shacabka oo ay ku fadhisay muddo 20 sano ahi. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa dacwo ka gudbiyay wasiir Qadiije isla markaasina waxa ay sheegeen in gebi ahaanba lagu fadhiisiyey dad ayada qaraabo la ah waxa ayna doonaysaa in ay u codeeyaan amaba ergada u codeyn lahay gursigooda ay wiilashooda iminka ku taxday jagadaasi. Xaaladda ayaa ku cakiran mana looga saacadaha soo socda in xilka laga qaadi doono. Dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare oo ku baaqay in la joojiyo doorashada golaha shacabka ee Soomaaliland, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku baaqay in la joojiyo doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuwa Soomaaliland, taasoo ka dhacaysa magaalada Muqdisho kadib markii loo mari waayey hannaankii iyo habraaca lagu heshiiyey sida ku cadda qoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare. Gudoomiyaha ayaa sheegay in aan la shaacin karin ilaa tartanka kuraasta ilaa xal buuxda laga gaaro khilaafka ka taagan arrimaha doorashada ee ku saabsan in hannaanka lagu heshiiyey la hareer maro, iyadoo la hubinayo habsami u socodka doorashada iyo sugnaanta doorasho ku dhacda si xor iyo xalaal ahi oo daahfuran waafaqsan habraacyada doorashada ee lagu heshiiyey ee 17 iyo 7 Sebtembar 2007. Waxaa lagu wargelinayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee gobollada waqooyi iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal in la joojiyo gebi ahaanba faafinta kuraasta 16 ahi inta go'aan laga gaarayo oo la xaqiijinayo odayaasha dhaqanka iyo qoondada haweenka, ayaa lagu yiri warqadda uu soo saaray Cabdi Xaashi Cabdullaahi. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.